نعم سلمى، الشهداء الأحياء هن عزنا وفخرنا ومرافقيننا بكل لحظة من لحظات الفرح والانتصار، لأنه هن ضحوا بأغلى ما عندهم وهن أساس الانتصار. أكيد زينب، نحن فخورين اليوم أنه نكون بصباحنا غير مع أبطال من أبطال الجيش العربي السوري، مع كل جريح وكل شهيد حيقدم قطعة من روحه وقطعة من جسمه لحتى نحن نقدر نعيش. شو ما عملنا وشو ما قلنا، شو ما قدمنا وشو ما حكينا، نحن ما بنقدر نوفيهم حقهم. اليوم بسرنا وبشرفنا بكل فخر أنه نستضيف بصباحنا غير لليوم الجريح عبود بنا، الجريح البطل محمد سلمان، وأيضا الجريح البطل فتحي عجال الحديد. يسعد صباحكم ابطالنا واهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يسعد صباحكم يا ابطال واهلا وسهلا فيكم. نحن اسفين جبناكم بالبرد، بس انتم تحملتوا كثير قصص، يلا بتحملونا شوي. رح نبدا معكم، تعرفونا اول شيء عن اصابتكم. رح نبدا من عندك عبود للكل، نعرف الاصابه وباي منطقه صارت، وبنعرف انه كل يعني كل المعارك اللي شاركتوا فيها كانت هي الاساسيه تحرير سوريا بالكامل وخاصه محافظة حلب، فخلونا نبدأ من عندك. أول شيء صباح الخير. سعد صباحك. أنا عبود رائد بنا، كنت من مرتبات الحرس الجمهوري. باقتحام بني زيد تصوبت، نزلت قذيفة، صار معي شلل طرف اليمين، شظية بالدماغ، سويت معي خزل شقي أيمن، وضياع مادي بعظام الجمجمة. الحمد لله على المعالجات الفيزيائية، تميت سنة على الكرسي بالإصرار والإرادة على المعالجات الفيزيائية. قد ايه ضليت على الكرسي وقد ايه هيك حاولت حتى قدرت تمشي؟ تمام، تقريبا تميت سنة على الكرسي على المعالجات الفيزيائية. كل يوم يجي عندي دكتور المشفى العسكري يعالجني، يعمل لي معالجة فيزيائية، ولا بلشت هيك إرادة بسيطة حتى قادر أحرك طرف إيدي اليمين. حلو. نعم. فصار في بصيص أمل، شوي شوي بلشنا نتحرك ونمشي شوي 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 لحتى قدرنا نمشي ونتخطى هاي الإصابة، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله. أكيد. وبدنا ننتقل لإلك البطل محمد سلمان، نحكي أيضا عن إصابتك. صباح الخير. صباح النور. الوطن، صباح النصر لسيد الوطن وشعب الوطن وجيش الوطن. أنا اسمي محمد سلمان، كنت أخدم بأمن الدولة بدير الزور. طبعا انا عاصرت الحصار كله من اوله لاخره، وكانت اصابتي بعد فك الحصار بشهرين. انت اصابتك كانت بدير الزور؟ اصابتي بدير الزور. نعم. بريف دير الزور يعني 10 كيلو عن المدينه، حقل دير الزور النفطي. طبعا اثناء الحصار كان في معارك كثيره، وكنا نحن السبب يعني مع وجود الاهالي دعموا لنا انه نصمد بالحصار. ولكن بعد ما فك الحصار بشهرين تقريبا طلعت مرافقه مع وفد لوزاره النفط ليكشفوا على احد الحقول. كان الحقل ملغم، فافتت انا وفريق الهندسه، وكانت وجهي عضو ناسفه، فجرت فيني انا استشهد ملازم الهندسه. انا انبتت اجري فوق الركبه، وعندي ضياع مادي وضياع بالاعصاب اجري اليمين، في تمزق بغشاء الطبل واذيه بالعين اليسار. ضليت تقريبا شي شهرين بمشفى تشرين العسكري. طبعا وجود اهلي جنبي، وجود زوجتي، وجود الناس المحبين لي كان السبب الاساسي اني اتغلب على الاصابه وارجع وقف من جديد. يعني اراده الحياه كانت اقوى عندك؟ في سبب الاراده صار معي. انا عندي بنت اسمها يمامه، هي صارت تمشي وانا بالمشفى. الله يخليها ويخلي لك. اول ما مشيت انا بالمشفى عم اتعالج، يعني هيك للحظه فكرت انه مستحيل اني ارجع امسك ايدي بايدها وامشي بالشارع انا وياها. ولكن هذا السبب خلاني اقوى، يعني حق هذا يكون عندي هدف بالمستقبل انه انا امشي مشان امشيها معي. فعلا يعني من خلال فترة شهرين تقريبا ركبت طرف صناعي، وفعلا مسكت ايدي بايدها ومشينا. اول ما مشينا هون قدام القلعة اول مرة امشيها. طبعا كمان الدعم اللي تلقيته من اخواتي، من والدي، زوجتي اللي وقفت معي من اول اصابة ولهلا، موجه لها تحية والناس المحبين. يعني اكيد يخلي لك ياهم يا محمد. فتحي احكي لنا عن اصابتك كمان، وكيف كمان قدرت تتغلب على يمكن الاصابه والضعف وحولت هي الالم لقوه عطاء وقوه اراده حياه. سعد صباحكم. سعد صباحك. العافيه. اهلا وسهلا. قرب المايك بس. انا فتحي عجال الحديد، اتصابت ب 2014 بشهر الثامن، صرت بهاون بدراي، صرت عندي تقطع اعضاء واعضاء، وكسر عندي فقد اليسار واليمين تحت الركبه. نعم. تقطع اعصاب كمان باليمين واليسار،
تميت بالك في البيت سنتين ونص يعني بعد المصابة، ولبين ما تحركت يعني تميت عم بعالج نفسي على المشفى العسكري، وبعدين ما الله يستر لي الحمد لله وعافاني يعني. بعد سنتين ونص قدرت بقى تتغلب، قدرت اتحرك ويعني ما انه امشي اتحرك شيء بسيط يعني. في اشخاص من قرايبيني هن اللي وعوني يعني واللي قدروني اكثر مع اصابتي يعني. الحمد لله رب العالمين، الله يسر لنا معنا بالاصابه ومشينا الحمد لله. اكيد خلينا نرجع لك سلمى لعند عبود. هلا يمكن بيقولوا دائما اراده حياه اراده حياه، طيب الحياه بدها همه، بدها تخطيط، بدها طموح، هل الاصابه منعتك انك تمارس عمل اخر او يعني هلا حاليا شو عم تعمل؟ هلا انا كنت خطيب لما تصوبت، فكانت خطيبتي تشد لي همتي اكثر. انا بحب اعزف، فبحب اعزف على الاورج، وكانت هي تحب تسمع اللي اعزف اعزف عشان اشغل ايدي اليمين ادق غنيه نرتاح ننبسط انه انا بقدر اقدم شيء بالحياه. وشوي شوي تعلمت مهنه صيانه الموبايل. حلو. بدي عمل اخر غير راتبي التقاعدي. دخلت بمعهد سي بي سي وتخرجت بشهاده صيانه موبايل، وبعد شي 3 سنين بلشت ادرس انا صيانه موبايل. الحمد لله اتجوزت وصار عندي ولد. نفس الخطيبه؟ نفس الخطيبه. اكيد نفس الخطيبه. اتجوزت وصار عندي ولد، والحمد لله الحياه عم تتقدم من مرحله لمرحله. نعم. أكيد. يعني عبود ومحمد وفتحي دائما في كثير مواضيع بالحياه بنقول عنا مستحيل 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 تصير. بهي الحرب علمتونا انتم كابطال انه المستحيل بيصير بايديكم وبهمتكم. كنا نقول معقول رح تخلص رح تنتهي رح نرجع مثل الاول، كنا نشوفكم مكان ورا مكان عم يتحرر بسوريا وعم ترجع، وهلا نفس الشيء بالاصابه. عبود ومحمد، محمد كان عم بيقول معقول رح اقدر امسك ايد بنتي وامشي، والمستحيل صار حقيقه ورجعت تمشي مره ثانيه. هي القوه وهي الاراده اللي موجوده عندكم اليوم لحتى تتخطى كل شيء وتصنع واقع. نقطه العلاج بدايه الاصابه الدكتور كان يقول العامل النفسي طبعا اهم من اي دواء ثاني، اهم من العلاج يعني. حتى اجت الثانيه كانت محدده انه تنبتر يعني، ولكن يعني العامل النفسي او السحر بهذا الموضوع يعني هو اللي رجع بدل الاعصاب اجي من جديد، هو اللي رمم الجلد كله حتى طلعت هاي يعني فين اوقف بدي احركها بدي احركها. طبعا كله هذا اكيد يعني بسبب الاصرار يعني، والاصرار ما يجي اذا ما كان في دعم. دعم من الاهل، دعم من الناس اللي نحبهم، دعم طبعا من الدوله كمان من كل مؤسساتها، هو اللي يولد هذا الاصرار اللي شفتوه عنا. نعم. فتحي كمان احكي لنا يعني هلا بعد الاصابه شو عملت؟ شو انجزت؟ حطيت اهداف معينه للمستقبل؟ هلا بعد اصابتي انا يعني بس اقرب المايك يا فتحي. قبل ما اتصاوب انا يعني بعد ما اتصاوبت يعني بالبيت عند اهلي يعني اعطوني يجيبوا لي كرسي امشي عليه اطلع لبرا ياخذوني، والله ما بدي انا ارادتي امشي على الجري بس ما بدي امشي على كرسي. اهلي يعني كانوا كثير يعني يعاونوا من هالشغله يعني انا امشي اطلع لبرا قال ما بدي. سبحان رب العالمين الله يستر وامي وقفني على الجري. بعدين صرت شوي شوي امشي اروح اجي يعني، بعدين تجوزت صار عندي اولاد وصرت اشتغل بالخياطه يعني كمان الحمد لله. تعلمت مهنه الخياطه؟ هو عندي الخياطه انا من بعد اصابتي يعني. قبل اصابتي كنت اشتغل نجار انا يعني، بعد اصابتي تعلمت الخياطه اشتغل يعني بالخياطه. بدي افتح ورشه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قريبا يعني. دائما عم نشوف جرحانا وابطالنا بكل مكان، مو بس عم يتحدوا الاصابه عم يتحدوا الخطر يعني. عم نشوف اصابات وصلت ل 100% 90% 70%، ولكن هنا موجودين هلا بس الاراده 100% تماما حتى مليون الف بالمية. يعني نحن بنتعلم منكم هذا الشيء. اليوم نحن قاعدين بهي الذكرى ذكرى التحرير، قد ايه هذا اليوم بيعني كل سوري مو بس كل حلبي، وقد ايه بيعني لكم؟ تفضل عبود. يعني هي ذكرى بنفرح فيها، هي ذكرى ما بتروم البال، وان شاء الله عبيل كل سنة نتحرر كل أراضي سورية. وكل عام وانتم بخير. بعيد السيد القائد بشار حافظ الأسد، وبعيد رفقاتي الجرحى وشهداء الأحياء، والله يرحم كل شهيد ويخلي قائدنا بخير.
أكيد. محمد، امبارح كان في تكريم مثل ما شفنا لعدد كبير من جرحى وأبطال الجيش العربي السوري. نحن بنحب نقول لهم دائما أبطالنا وفخرنا. فخلينا نحكي عن أهمية هاللقاءات إن كانت بالفعاليات والنشاطات، قد ايه بتعطي دعم معنوي كتير عالي، خاصة يمكن الجرحى اللي أنجزوا والجرحى اللي بعدهم متعافين شوي من الإصابة. خلينا نستشهد بمقولة السيد الرئيس، نحن كنا وطن حق، يجب أن نعطي كل ذي حق حقه. يعني طبعا ما لنا أي مانية على البلد وأهل البلد، يعني هذا واجبنا، واجب كل شريك بهذا البلد. ولكن تسليط الضوء على إنجازات الجيش أو على ذوي الشهداء أو والجرحى، رعايتهم واهتمام الاهتمام فيهم، يعني يعطينا شيء، يعني خليك أنا بحس بهذا الشيء. بعرف أنه الشيء اللي ضحيت فيه ما راح رخيص، يعني له ثمن وفي مين مقدره ومتمنه وحطه، يعني شايفه بين عيونه. فهي الفعاليات يعني هي رد، نشوف رد بسيط يعني، او الشيء اللي قدمته اسره الشهيد او الجريح اللي قدمه. تتلاقوا بجرحى مثلكم، يمكن انتم مثلا قطعتوا هي الفتره الصعبه، هن لسه داخلين فيها، بتحاولوا تساعدوهم؟ قطعتوا بهيك قصه؟ من سؤالك يعني بتتلاقوا بجرحى من الجيش العربي السوري لسه بعد اصابتهم يعني ما له زمان، فانتم بتحاولوا تعلمون من تجاربكم في هيك قصص؟ طبعا. لكن شلون يعني، انا طبعا انا موظف مكتب الشهداء، وتوظفت بهذا او تدونت بهذا المكتب لاني انا ابن هي الشريحه، وانا اكثر ناس بحس بوجع الجريح او الشهيد او اهل المفقود. فبالصدفه يجي فتحي مراجع على المكتب لموضوع معين، فطلعت على نسبته 100%. قلت له شو اصابتك انت؟ يقول لي كان بداية شلل. هو هون انا يعني طبعا انا كنت حاط مجهز حالي انه اي شخص يجي مده بالقوه، ولكن هذا الشخص اجى هو مدني بالقوه انه انت 100% وشلل، رجعت واقف بدون لا عكاز ولا شيء. كذلك بطريقه معاكسه يجوا جرحك على الكراسي وعكازات، نفس وضعي مركبين اطراف، قلت لهم يعني انت حاول تمشي كذا، استمد القوه من اقرب الناس اليك واقوى فيهم. اكيد. نعم. يعني نحن فخورين جدا بوجودكم معنا اليوم بهي الذكرى، ذكرى التحرير الثالثه. بدنا نشكرك فتحي، ونشكرك محمد، ونشكرك عبود، شكرا لكم، وبنتمنى لكم على طول تحولوا المستحيل لواقع مثل ما علمتونا. شكرا لكم. الله يسلمك. شكرا لوجودكم معنا يا ابطال، انبسطنا انه كنتوا معنا اليوم، واسفين مره ثانيه جبناكم بهالبرد. شكرا لوجودكم معنا. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا.